حلو صمت ثلاث اربع حلقات في الشارع يعني ان شاء الله. والله انا كدع مقامك اي كدع مقامك لين درجه ثانيه درجه مقامك كدع مقامك امام محكمه جنائيه شايفين بالنسبه لحين حسام حين حسام انا بالنسبه لي شايف القرار طبيعي لكن القرار الطبيعي الافضل براءة حين حسام لان الوضع الطبيعي في اوراق الدعوه كلها بيسمح للمحكمه القرار طبعا كان متوقع واحنا فاهمينها لان هي بقى لها فتره طويله احنا فاهمينها ان هي بقى 21 شهر نص المده في القضايا دي عدى طبعا يعني القرار العفو بيجي بعد نص المده لان هي ظل حبس احتياط في سجن مركزي فبالتالي نص المده ممكن يكون خلال شهر او اثنين بكتير قوي يكون خرجت ان شاء الله. شكرا جدا.